الانجليزي، قدروا ولاد بدوي يعملوا التوليفه اللي في النص اللي فعلا تشد اكبر شريحه ممكنه من المستهلكين، وكمان اهتموا بالدعايه جدا. وكان من اهمها اغنيه حسن الاسمر عامل لك ايه حيرتني، الاغنيه دي حققت لهم انتشار واسع جدا، وخصوصا ان كان عندهم منافس قوي في الوقت دوت هو شاي الجوهر. سبب تاني نجاح شركه شاي العروس ان هي شركه عائليه وطول الوقت بتتطور، حتى بعد دخول الشاي الفتله مصر زي شركه شاي ليبتون قدروا هم كمان يطوروا عملوا الشاي الفتله، وطول الوقت مواكبين للي بيحصل في السوق المصري، منها الشاي الخرز والشاي الفتله والشاي الناعم. سبب كمان لنجاح البراند ان هم قدروا يفصلوا معظم شغلهم عن الشغل الاساسي اللي هو البراند الاساسي بتاعهم شاي العروس، وبرغم تعاقب الاجيال لكن السياسه واحده وطول الوقت محافظين على ان هم يشتغلوا بنفس الطريقه وبنفس السيستم. سنه 2017 كان في احدى الشركات اللي شغال على تحليل